الله أكبر الله أكبر. إنها اللقالق، طيور اللقالق أربعة عادت على حين غرة. قلت لكم البارحة سوف نرى في مقتبل الأيام اللقالق، واحد اثنان ثلاثة أربعة، لعلها أزواج، مثنى مثنى. إنها اللقالق تحوم فوق رؤوسنا في حديقة اللقالق هنا بسيدي حمد بركان. ننقل لكم هذه اللقطات التاريخية لسنة 2020 بعد ذهابها وقضائها زهاء شهرين ونيف في إحدى مناطق الجنوب ولعل هذه المناطق قد تكون في المغرب قرب أكادير أو ورزازات، حيث نقل لنا بعض الأصدقاء أصدقاء اللقالق أصدقاء الجمعية أنها تقضي بياتها الشتوي هناك بإحدى المرجات والسدور. وشنو قلت لي السي علي؟ الباز الباز راه الباز شتيه راك ياكل الفرخ راك الباز داك الباز هذاك يضرب الحمام كيضرب يفوكون كريسير وهذاك راك ياكل الفرخ. بركان مدينة جميلة تتهيأ وتنتظم بفضل السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم بركان السيد محمد علي حبها رضي الله عنه، تصديقا وتحقيقا إن شاء الله. اللهم اجعل له في هذه الأشغال صدقات مباركات وجنات خالدات. وبما لا لا يتخيله المرء، لأن ما عند الله أفضل، فالبقاء للأصلح. ونحن في هذا الصدد قمنا بإعداد مشروع أو برنامج تتمين اللقالق، فالحمد لله نحن نعيش في هذه السنوات هنا بمدينة بركان قفزة نوعية تاريخية. فهذا العامل عامل صاحب الجلالة على إقليم بركان لن يجود به الزمان إلا بعد قرون، وقلت لكم أنه بمثابة هوسمان، هوسمان الذي بنى مدينة برئيز من جديد. فهيكل السيد محمد علي حبها مدينة بركان هيكلة عمرانية، هيهات هيهات، لقد ازدرى منا الوزير السابق المعروف السياسي فتح الله العلو بكون مدينة بركان لا تتوفر فيها شروط المدينة، لكن نقول له انظر ماذا فعل السيد محمد علي حبوها، لقد حول مدينة بركان إلى مدينة أيكولوجية. والواد هنا واد شراعة لم يخلو من برنامجه التعميري.
إلى أين تذهبين يا طيور اللقلق؟ إننا نحبك، ننتظر قدومك بفارغ الصبر، بفارغ الصبر. لقالق لقالق طيورنا المفضلة، لقالق لقالق نحبها ونهوى جدا قربها. في بركانها صغار حياتنا مغامرة، تأتينا أحلى الأطيار. لقالق مهاجرة يا طيور اللقلق، إننا نحبك يا طيور اللقلق، إننا نحبك، ننتظر قدومك بفارغ الصبر، بفارغ الصبر. لقالق لقالق طيورنا المفضلة، نحبها ونهوى جدا قربها. أحزاننا أحزانها، أفراحنا أفراحها، هي منبع السرور. اللقالق والطيور منبع الحياة ومنبع السرور، ورؤيتها تشرح الصدور. في بركان يا صغار حياتنا مغامرة، تأتينا أحلى الأطيار. لقالق مهاجرة يا طيور اللقلق، إننا نحبك يا طيور اللقلق، إننا نحبك، ننتظر قدومك بفارغ الصبر، بفارغ الصبر. لقالق لقالق طيورنا المفضلة، لقالق لقالق طيورنا المفضلة. أحزاننا أحزانها، أفراحنا أفراحها، أحزاننا أحزانها، أفراحنا أفراحها. لقالق نهواها ونهوى جدا قربها. إذن هنا في بركان هذه المعلمة البيئية التي تهيأ لكي تتمن إن شاء الله في إطار برنامج تثمين لقالق إفريقيا التي أعدته جمعية حماية اللقالق البيضاء، وبإشراف عمالة بركان إن شاء الله ستؤول هذه المعلمة إلى أن تصير منارا أيكولوجيا قاريا يحتذى ويقتدى من طرف دول الشمال ودول الجنوب. من ذلك الواقع المقلق الذي عشناه إلى هذا الحاضر والغد المشرق إن شاء الله، ليتم إعادة الوفاق بين الإنسان واللقلق. إذن في هذه الأمسية كنا هنا في هذا الموعد التاريخي من غير ميعاد. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لو ما أن هدانا الله له. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. إذن فقط 4 لقالق بيضاء عادت نلاحظ هنا في هذا الاتجاه. لقلقين جاثمين على تلك الأغصان الباسقات الشامخات لتلك الجذوع اليابسات للأسف الشديد نتيجة عدة عوامل: هرم هذه الأشجار المعمرة أزيد من قرن، ثم إصابتها بطفيل بسيل، والطفيل هو عبارة عن حشرة تنخرها،
وبسبب سلوكات لا مدنية قام بها بعض المتسكعين، حيث ضربوا مسامير في هذه الجذوع، مسامير كبيرة غليظة. أضف إلى ذلك الإهمال الذي طال هذه الحديقة، رغم مناداتنا طوال عقدين من الزمن لتحمل هذا العبء معنا مع الأسف، لكن عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فقد جاء أفضل مما كنا ننتظره وكنا ننتظرهم، ولم يكونوا مع الأسف في متن التاريخ، لكن جاء من هو في متن التاريخ الآن وهو يقوم بتهيئة هذه الحديقة وتهيئة مدينة بركان لأن ترتقي إلى مصافي المدن المستدامة، المدن الأيكولوجية. إنه السيد محمد علي حبوها عامل صاحب الجلالة رضي الله عنه، تصديقا وتحقيقا. شكرا، بارك الله فيكم على حسن الاتباع وحسن الإصغاء وحسن المشاهدة. هذا عمان الشريفة ولد الماس، أقول لي أمين أمين يا رب العالمين. قول لي وقتاش كتصبح هنايا تسقي انت؟ كنجي مع السبعة. تبارك الله. مع السبعة. وحتى لشينا. مع الخمسة. تبارك الله. ومرة غادية مزيان الحمد لله. الحمد لله الله. شوف ربي من ساقك بلاد لا خالق إلى بلاد لا خالق. أنت منين في الخوت؟ ها؟ أنت منين في الخوت؟ موالماس. موالماس سي علي؟ سرورو. سرورو. هي سرورو. وجا السرور. سرور البرناماني. تبارك الله. عمي البرناماني هو البرنامج ديال واد الناس. تبارك الله، متشرفين اسيدي، متشرفين. تبارك الله، جزاك بخير. وقول لي فين كاين هذاك الجرانيت اللي الحجاره الكبيره اللي فوق. طريق الموس. طريق الموس. فوق البيزانات ديال النصارى. وعندك شي نظره حول عدد هذيك اللقاليق شحال؟ واش لا ما عشرة ولا النهار كان عارفهم كان شفتهم بهكاك واش استعمار ولا ما كذبش؟ لا العدد نتاع الاعشاش كثار تكون هذيك 20. 20 ايوا تبارك الله. وكاينه واحد البلاصه ما عرفوش مازالين فيها ولا لا، كاين غير الشجر ديال الكروش ما كاينينش، كاينين تما موج ما عرفوش مازالين ولا تهضروا. والمهم ان شاء الله نمشيو في المرة الأولى ندير واحد دراسة واحد المعاينة في الأشهر القليلة، واحد شهرين ولا طلب أنت شي أسبوع. المهم كل شي حاجة ونضربوا الدورات تما البلاد ونوريك كاع البلاصة فين كاينين كاع بالضبط إن شاء الله. كاينين تما الطريق ديال هاد الموت، وكاين في واحد البلاصة كنقولوا له مولاي الحسن، فيها القبورة ديال فين كيدفنوا الناس، يقولوا مولاي الحسن مش واش مازالين الله أعلم. هما راه كاينين يكون تقريبا هذيك 20 عش، ودابا ما نعرف ما نكذبش عليك. قول لي نغلقوا هالقوس، نتمناو لها ان شاء الله النصر. ان شاء الله خوتنا ان شاء الله. واش انت رجوي؟ لا مغربي. قول مغربي وغير اللبس مغربي. قول لي اللي جات رخيصه مغربي. عندك الحق مغربي. تبارك الله تبارك الله. الله يحفظك. الله يجيب التيسير. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. وحتى حنا ان شاء الله ما نساوكش، غادي نهديو لك هذيك الصور الجميله التي التقطتها لك ان شاء الله باش تبقى لك الذكرى مزيانه مع اهل بركان. بارك الله فيك اخويا. شكرا. تحياتنا للجميع لمن تبعنا ومرحبا بكم في مدينة بركان التي ستزدان بواحد تحفة هنايا، تحفة واحد رون بوان في هذا المدار. بدات الأشغال في هذا المساء
وإن شاء الله في المدار الجديد الذي تم إحداثه هناك، المدار الذي تم إحداثه هناك غادي يكون مدار خاص بالأقلاق. أصر لنا هذا الكلام شفاهة السيد محمد علي حبوها عامل صاحب الجلالة على إقليم بركان منذ شهر تقريبا. قدرا التقينا به هناك ضمن تلك المراقبة والمعاينة التي يقوم بها ضمن فريقه التقني كل يوم السبت، فتهيئة الإيكولوجيا للضفة اليسرى جانب الإقامة هناك كان كل شيء مهمل. كنا خايفين على هذيك البلاصة هذاك المكان، لكن سبحان الله ربي جابوا رحمة هذا السيد. ونحيطكم علما بأن تم إحداث صهاريج، هاد الصهاريج باش يكون الماء هنايا على طول أعوام، وتم إحداث هذاك الصهاريج للسقي باش يبقى يتسقى هاد بيلوز. باش يتسقى هاد النباتات. ثم البارح تم إحداث الانتهاء من إحداث هذا الحوض، وكان أحواض أخرى في نحو العالية. الحمد لله هذه الأحواض ستتيح للتنوع البيولوجي بالتشبت، لأن الماء منبع الحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي. هناك ضفادع، هناك سلاحف، هناك أفاعي تيزلمت، إذن هناك ديدان، هناك الكثير لضفني، الحيوانات لا في قرية لا تعد ولا تحصى، حتى البط كاين، دجاج الماء كاين. هذا واتش الرعاة يعرف تهيئة عظيمة لم يشهد لها التاريخ. أظن أن هذا الشيء اللي داروا السي محمد علي حبوها يجب إعادة الاعتبار لهذا الواد ولهذا الشخص العظيم، وتسمية هذا الواد شراعة بواد حبوها. اقترح. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.